هو الشوط الرئيسي والأول. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الحماس والإثارة. إذن 13 اسما تتنافس على نيل الصدارة ونيل المركز الأول. انطلاقات جميلة، انطلاقات مميزة من أبناء قطر، من أبناء الشحانية وجميع الضيوف للتجهيز للسباقات الختامية. البداية إذن مع شاهين للسيد محمد بن جبورة اللحوي، يتقدم هذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني الشايب محمد بن مبارك بن سفران المري، وانتقالتنا إلى غازي محمد بن صالح بن مطر ينطلق ثالثا. المركز الرابع دعوني أتابع مغامر عوض الله بن عيسى الكباشي، وخامسا الراهي يصل لهادي بن سالم أو الرامي لسيد هادي بن سالم بن قطامي. طبعا معروف يا بن قطامي هدف، والرامي سلامي عليك على هذا الأداء الممتاز، أداء هدف من استهدفت الشوط الرئيسي وانتزعت. نعود للصدارة، نعطي الشوط حقه. بالفعل المركز الأول كله شوق للناموس ولليل الصدارة. شاهين يطير بالمقدمة، محمد بن جبورة اللحوي شعار مميز جدا قوي في هذا الصباح. الكيلومتر الأخير اقتحمناه بل ووصلنا إلى آخر 900 متر. المركز الثاني بن سفران لا يزال مع الشايب محمد بن مبارك بن سفران، وثالثا شعار الدكتور يصل، شعار أهالي ايضا يصل مع الديب عبد العزيز بن عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري وهالي الخريب، يطالبون بنقطة الشوط الرئيسي. لكن الروح مع شاهين، شاهين راح، شاهين ذهب بالصدارة، ذهب بالمركز الاول. واتوقع توقيت ممتاز جدا، اخر نصف كيلو العصاقوس لم يطلق عليه التعليمات. المركز الثاني لا تزال المحاولات من الشايب محمد بن مبارك بن سفران، ولكن شاهين يذهب بالناموس. تهانينا للسيد عوض الله أو للسيد محمد بن جبورة اللحوي على فوزه وانتزاعه للشوط الأول الرئيسي. والعصاقوس في البطان ما حركه، سلامي عليك يا بن جبورة على هذا الأداء الممتاز، الأداء الراقي، أداء يستحق أن ينشر في كل الروابط وكل الإعلام، وسائل الإعلام الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي. تهانينا إذن للسيد محمد بن جبورة اللحوي على فوزه وانتزاعه الشوط الأول الرئيسي بدون أي تعليمات. المركز الثاني كان مع شايب لمحمد بن مبارك بن سفران. المركز الثالث الرامي للسيد هادي بن سالم بن قطام. التوقيت الزمني يتحطم بالفعل دقيقتين 58 ثانية 99 جزء من الثانية. أشكرك يا بن مبارك على التواصل مع التوقيت الزمني.